ديال 72 على زيارة المغفور إلى السلطان محمد الخامس إلى الفضاء المندوبية السلطانية يوم 9 أبريل سنة 1947. أنا كابن المدينة شرفت بالمعرض ديالي اللي هو عبارة عن عدد من الصور النادرة والهدايا السلطانية والأوسمة الملكية والظهائر السلطانية والعملة الورقية والفضية والجرائد والكتب والمجلات القديمة. والحمد لله كاين إقبال من طرف الساكنة ولا من طرف المسؤولين ديال المدينة، وحتى مسوح الأجانب زاروا هذا المعرض ونال إعجابهم، وحنا جنود مجندين باش نخدموا الوطن ديالنا والبلد ديالنا والمدينة ديالنا من خلال هذا النوع المعرض اللي كنعملوه، باش نعطي واحد الفكره للجيل اللي هو صاعد باش يعرف ما قدمه السلف من تضحيات ونضالات من اجل استقلال المغرب وحده ترابه، وكذلك ما قامت به مدينه طنجه في يعني من دور كبير في معترك الاستقلال اللي هي احتضنت واحد العدد كبير من رجال الحركه الوطنيه، ولا في المال ولا في السلاح ولا في الاعلام. والحمد لله طنجه كتبقى ديما هي طنجه، وحنا جد يعني سعداء بهذا الحفل الكبير وبهذه الذكرى الوطنيه الغاليه الكبيره.